شافت الحق شافت شوية تخلاها حطيت كلشي في الارض ناري غير شوفوا 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 على روينة ارت قوت الكراط نقوت الباجاج دابا ما عرفت منين نبدا ومنين نسالي وحق الله عندي الروينة ديال بصح عرفتي واحد الشركه يا زيد اختي بجهة ندور التبو هذاك الشيء لا لا اختي هذا بعدا بلا ما تهضري عليه هذا حاله سهل حنا دابا خصنا نهضروا على هاد الروينه هادي راه واخا تبان لكم قليله راه كلشي مدكس في الكراطه المهم عرفتوا راه انا 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 فهاد اللحظه شدتني الدوخه وحق الله هادشي راه كله مكياج كله دي برودوي ديال الوجه شدت لي بعد الشتاء تبدات بهم شوفوا جمعتهم بعدا هنايا المهم المهم دابا منين غنبداو ويلي 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 لا دوخه يا فاتي يا فاتي يا فاتي شوية فاتي يا فاتي يلا من قبل وانا كنقلب على هذه ديال رينغ لايت باش نجبدها ونحط فيها التليفون ها هي الرينغ لايت بغيت حتى زعما التليفون باش نصور لكم حنا جالسين كنستفوا شوف كيفاش رجعت الدنيا كلشي شقلبته كلشي كلشي المهم دابا غنحط التليفون باش نخويو داكشي من الكراتن عاد باش غادي نبداو معكم الفيديو المهم حنا حطينا التليفون باش نبداو نقلبوا في البخشيشه باش غنعدلو المهم دابا انا ما كاينش هضر معكم هاي دابا صافي حطينا التليفون انا كنستياني فناكيش جاوني صافي حتى التليفون غادي نبداو نخرجوا الكراطه نحطوا داكشي في الارض عاد باش غادي نبداو معكم التستاف خليكم معنا ايوا يا الفناكيش هاد لا فيديو كنت غنبارطاجيه معكم البارح ومع بارطاجيتو هما يضربوني بكوبي رايت حيت ما هضرتش معكم بصوتي نهار ما كنهضرش معكم بصوتي كيضربوني بكوبي رايت علاش ما قدرتش انا نهضر معكم بصوتي حيت كنت غاده مسافره وجالسه كنصور لكم فلوغ وهاد الفلوغ اللي كنهضر لكم عليه غنبارطاجيه معكم يا اما غدا يا اما بعدا كنصور لكم فلوغ مع الريح ديال الطريق الصوت ما كانش غادي يتسمع مزيان عليها قررت انه نمونطي لكم لا فيديو بلا صوت وندير غير الموسيقى فاش درت غير الموسيقى هما يضربوني بكوبي رايت المهم هنا لقيت هذا الماسك هذا وانا نديرو فوجي انا وفاطمه الزهراء وصراحه فيها خير والله حتى كنبقى فيا الحال حيت انا كيعجبني انهم بقى نتحتت معكم ونعاود لكم زعما شنو كيوقع وباش حاسه وكيفاش كتجيني ديك اللحظه وانا كنشرح لكم في لا فيديو فهمتوا زعما شنو بغيت نقول لكم بقى فيا الحال وفيها خير فريمون فيها خير انا متاكده بلي ضروري ما غتكونوا تفرجوا فيه حتى شراك لا فيديو شافوش 333 واحد انا عاقل عليها في 7 ديال الدقائق الناس اللي شافوه غير سمحوا لي المهم فهاد اللقطه هذه من بعد ما فرتك دوك الكراتن كاملين جات حافظه جفات المهم دابا انا نختاريت داكشي اللي باغا مازال خصني غير نستفو راه كلشي مازال مرونه نتوما شوفوا شي فوق شي المهم دابا هادشي اللي حنا باغيين
وعاد باش داكشي اللي كاين هنا هادشي هو اللي ما باغينش. انا راه اختاريت داكشي اللي بغيت نخليه واللي بغيت نلوح، هادشي كامل غادي يتلاح، دوك لي بيرو غادي يتلاحو، المهم هادشي كله غادي يتلاح، ما عندي ما ندير به. هنا مازال غادي ندير على تو واحد الطوغ، حيتاش عندك هادو هادو تما غيتلاحو، عندك شحال من حاجه مازال غادي نختارها، عندك هاد لي لونتي هادو اللي عندي هنا تما غادي يتلاحو، يعني مازال كاين شحال من حاجه غادي تختار وغادي تلاح، عندك هادي غادي تلاح. المهم مازال غادي نهزل هادشي، ما خلي نخليه حتى الاخر. شوفوا هنا حاطه ليا فطر الزر الزريعه، هادشي كله دابا غادي يتلاح. المهم انا هادشي هذا صراحه ما عندي ما ندير به، غنلوحو كامل هادشي كله غنحيدو عليا. عندك هاد البواطه هادي ما عندي ما ندير بها، عندك هادو تما ما بقيتش باغاهم، عرفتوا شحال ديال لي بواط ديال لي لونت، راه ما نقولش لكم ما محتاجاهمش، يعني ما كاينش تخليهم، بقاتي عيات ما بقاتش قادره والله حتى سخفات. المهم انا دابا راه خويت هذاك الكوافاز ديال هير، دابا غادي نبداو نختاروا كل حاجه بوحدها، يعني لي باليت بوحدهم، العكوره بوحدهم، الروايح بوحدهم، السكين كير بوحدو، فهمتي يعني كل حاجه غادي نختارها دابا بوحديتها. ايوا هنايا فاطمه هبطت لها واحد الزلافه ديال الاندومي، قلت لها جي ممكن نتحامى عليها انا وياك، ونسيت ما قلتش لكم عرفتوا علاش مونطيتو في الطريق وما مونطيتوش في خاطري، حيت اول حاجه وليت دايره معكم واحد البروغرام ديال كنبارطاجي معكم الفيديو نهار ايه نهار لا، هذه ولات مفروضه عندي، يعني انا حاولت انهم بزز على راسي باش نبارطاجي معكم الفيديو واخا ما عنديش كيفاش ندير نهضر معكم. وديجا انا البارح كنت عواله انه نخصص النهار للمونتاج ولكن جاتني التصافير على خلا. المهم انا فاطمه الزهراء مسكينه اختي شدت الضوخ شدت الطياره قسما بالله عرفت ما يمكنش، صافي هنا كانت عيات شدت التليفون جلسات ويتسلت عليا. وهنا كنا استفنا كاع داكشي اللي بغيتو واللي غنحتاجو، ما نقولش لكم على دوخه شتتني وحق الله عرفتو عييت. هنا حطيت غير العكوره الكلوسات واحد لا مارك سميتها انزلي رايكن كنتعامل معاها، لقيت عندي كبه ديال الكلوسات ديالهم وما كنستعملهمش تجمعتهم وانا نصدم، وقيلاش 15 كلوس اللي لقيت وانا ما فراسي ما يتعاود. صافي هنايا وريتكم التخربيق كامل، حطيت الضفار بوحدهم، حطيت البراشز الباودرز، المهم كل حاجه خصصتها بوحديتها. هنا كانت عندي كارطونه ديال المكياج باقي جديد مازال ما فتحتوش، يلاه غادي ندير له انبوكسين. وريتكم واحد الباليطات اخرين، واحد البراشز اخرين، زعما وريتكم المكياج اللي مازال ما حليتش، هادشي كله مازال ما حليتوش، يعني يلاه غادي نبدا نستعمل فيه. فريمون شدتني واحد الدوخه، عييت من اللوح وداكشي ما بغاش يتقع. صافي هنايا كنت شديت داك المنظم، بديت كنستف فيه كل طاجره خصصتها واحد المنتوجات معينه، يعني كل طاجره كنخصصها لشي حاجه معينه. حتى الاخر ديال لا فيديو غتشوفوا شنو درت. فريمون هاد المنظم كينفع بزاف، وعرفت راه واخا كيبان صغير راه كيهز كيهز كيهز، والعاده بفضل الله حتى تعصبت شدتني الدوخه الدوخه. يمكن شحال عييت ميمكنش، ما كنتش عارفه دوك الباكاج غتكون فيها التماره كامله، قسما بالله تعييت، لحت كبه ديال لي برودوي ومازال مازال والله تعييت قسما بالله. فاطمه الزهراء بعد سلتت عليا راه شاده التليفون دابا مابقاتش قادره. داكشي ما كيبانش في السبيد، فاش كتكون السرعه زايده كيبان لكم باللي عادي بحال الارض غيزربنا على داكشي، ولكن راه عرفت راه العذاب والله تا العذاب. مازال عندي هاد الكوافوز هذا خصني تا هو نعمرو، اوف ما كنظنش بلي غنقدر نصور معكم هاد الشيء ديال هاد البلاصه هادي، حيتاش كان الباكاج محطوط هنا بلوس كان محطوط في الكراطن، انا هزيت كل شيء من هنا حطيته لهيه عاد باش غادي نستفشي تما وعاد باش غادي نجي نكمل هنا، فهمتوا؟ اخيرا بغيتكم تزغرتوا ليا، استفدت كل شيء من بعد بزاف ديال العناء الطويل، هي صراحه مازال ما استفدتش كل شيء. من المهم هاد المنظم عمرته كامل، وداكشي اللي بقى لي انا غنوريه لكم. هنا في الطبقه الاولى في الطاجره الاولى استفدت غير لي بارفان المفضلين عندي هما هادو، كتعجبني سي كتعجبني هاد الريحه هادي ديال شهر ديال لا مارك بي دي كي سميتها غري شارنيل، كتعجبني هاد الطناقرة هادي ديال لا مارك فيوليت واعره حتى هي، هادي كتستعملها ماما بزاف، انا ها هي اللي كتحمقني بي دي كي باسو سوار، شوفوا كيفاش رجعتها تعديت عليها مي راه كتحمقني، شوفوا شحال درت منها. وكتعجبني هادي ديال لا مارك ميكاليف، اما بالنسبه لهاد جوج هادو كتا هما واعرين ديال لا مارك ميزون سي باغيت، مي انا ما كيعجبنيش نديرهم حيتاش فيهم الريحه ديال العود، ريحتهم مجهده شي شويه. هذا راه غير سيروم ديال الشعر، مي تا هو بحال تقولوا بارفان فاش كديروه في شعركم واعر.
حتى هذه ديال زارا كتعجبني، شوفوا راه كنستعملها هي بزاف، حتى هي واعره رتمحات سميتها. بغيت نقول لكم سميتها ما تمحات. هذه ديال شانيل ما كتعجبنيش بزاف، مي راه كاين اللي كيديرها عندنا في الدار، قفلتها ما عرفتش فين طقت. هذه حتى هي زوينه، مي انا ما كنديرهاش ما نكذبش عليكم، سميتها كوغ فريفول. انا صراحه انا ديما كنديرهاش. ميويز ندوز دابا للطاجيره الثانيه. هاد الطاجيره خصصتها غير لا مارك فلوراسيس، نقدر نقول لكم باللي هذه احسن ماركه ديال المكياج، لا من ناحيه الديزاين لا من ناحيه كل شيء. الا بغيتوني ندير لكم عليها فيديو مخصص قولوها ليا، راه لي برودوي كاملين اللي محطوطين هنا مازال جداد، مازال ما بارطاجيتهمش معكم. حطيت هنايا حتى البراشز ديال الميكاب، هاد النظاظر هادو كنستعملهم بزاف، هادوك البيضين اللي كتشوفوهم في لا فيديو على تا محطتهم هنا. وحطيت هنا اللانسز ديال لا مارك ديزيو، المهم راه مقلوبه هاد لا مارك واعره ديال لونت. اما بالنسبه للطاجره الثالثه فخصصتها غير للروائح ديال البيطان، خصصتها لهذا الشيء، هذا البودي بوتر والسكراب والصابون ديال اللحم. بالنسبه لهادو فراه كيحمقوني ديال لا مارك امينه، واعرين هادو، شوفوا الديزاين ديالها شحال زوين، شوفوا عاوتاني هذه شحال زوينه. هذا السكراب ديال اللحم مقشر، شوفوا شحال زوين حتى هو. وهذا الاخر هذا راه صابون، الله 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 الله، ناري تهرست ليا، ناري تهرست لي، يا الله يا ربي الله تهرست هاد القرعه ديال هاد الجاج. شوف ماشي مشكل، هادو ماسكات ديال لا مارك سكين فود واعرين. حطيت حتى لي زيكرون سولير ديالي حطيتهم كاملين، عندي هنا ديال لا مارك اميوز، عندي ماري اند مي، عندي توكوبو، المهم عندي بزاف ديال لي مارك هنا. المهم هنا خصصتها للسكين كير والبودي كير، داكشي ديال اللحم والروائح ديال البيطان والماسكات. المهم راه عندي هنا بزاف ديال اللعيبات، ما فيها اللي بدا يجبد حيت غنسخف. هنا هاد اللعيبه هادي خصصتها غير للعكوره، وهنا حطيت فوق منها هاد الباليطه ديال فلوراسيس حيت ما لقيت فين نحطها، بلاتي نطلق الضوء ندير لكم فلاش باش تشوفوا بوضوح اكثر. انتم شوفوا عرفتوا راه كامله عامره غير بالعكوره والكلوسيت، كلها عمرتها. هادي راها بحال بحال لا تروس، بحال واحد لابواط تقدروا ديروا فيها الميك اب ديالكم. هادي ماما بغاتها باش تقدر فيها الذهب ديالها، مي حاليا انا غادي نستولى عليها بالما بين ما استفدت هادشي هذا في الكوافيز الاخر اللي وريتكم قبيله. انيويز حطيت فيها حتى الباودرز وحطيت فيها اللور، شي مكياج عزيز عليا كنستعملو غير المناسبات، المهم راه هوايا. حطيت فيها الباليطات ديالي. اما بالنسبه لهادشي اللي لتحت كاع فخربقت فيه كلشي، كاع داكشي جديد. بالنسبه لهادشي اللي لتحت فهادشي كله جديد، يعني مازال ما استعملتوش. حطيت اللانسز حتى هما، حطيت الدفران، حطيت لاستيغ، حطيت شحال من حاجه. المهم هنا خربقت صراحه، هنا مازال عندي كارطونه ديال لي برودوي باقي جداد، مازال ما لقيتش فين نحطهم، مي غادي نستفهم في الكوافيز اللي وريتكم. المهم هنا مازال عندي كارطونه ديال بزاف ديال لي برودوي ديال الوجه، لي برودوي ديال اللحم، هاد لي برودوي ديال لا مارك ترو بوتانيكال. لا بغيتوني ندير لكم عليهم تما شي ريفيو قولوها ليا، انا خاصكم ضروري تقولوا لي وديروا لي الطياره في لي كومونتير عاد نقدر ندير لكم ريفيو. هنا عاوتاني من نفس لا مارك ترو بوتانيكال وصلني واحد السيروم ديال الشعر، المهم انا نوريه لكم هنايا، مازال ما فتحتوش حتى هو، مازال ما استعملتوش. ها هو سيروم جديد حتى هو ديال الشعر، غادي نستعملو من بعد. صراحه حتى هاد لامارك محبوبه عندي، يعني حتى هادي غادي نخصص ليها شي بلاصه ليها بوحديتها. وهنا مازال عندي شي تخربيقات اخرين، ما فيا اللي نهضر عليهم، ما فيا اللي جبدهم، ما نكذبش عليكم، مازال يلاه غادي نستفهم. المهم هي هي خطا الزرار خرجت، دورت معاها قلت نوريك ليهم، عطيتها فلوس قلت لها سيري اختي شري اللي عجبك. مشات شرات لها مونو دي جامتا، شرات لها بيباس، واحد شنو سميتها ديك بيباس، شنو كتعني تكرميله، زريعه. شنو هو الكادو اللي عطيتك؟ دورتي معايا، هي كانت باغا فلوس، قلت لها يلاه شنو بغيتي، عطيتها شي كلوصات، عطيتها شي لعيبات، قلت لها ولكن انت دابا شنو بغيتي، قالت لي بغيتك تدوري معايا، عطيتها واحد الفلوس بواحد القدر ديال الفلوس بدون الذكر. مشات برا، عطاتني 20 درهم دراجه انت، ولكن انت اللي حددتي الثمن، هي اللي قالت لي بغيت 20 درهم عطيتها لها. عطيتها شي كلوصات، والله حتى اختارت من الماكياج داكشي اللي بغات، عطيتو لها دابا ما عرفتش فين دارتو، ما كون وريتو ليكم. مي المهم ها هو كاع الباكاج اللي ما بغيناش، عرفتو راه نحت بزاف ديال اللعيبات قسما بالله، حيت لحت شحال من حاجه. المهم راه هنا هادشي مخلط، لحت شحال من حاجه، مي ها انتم شوفوا هنايا لحت الماكياج، لحت شي تخربيق اخر، حيت ما عندي ما ندير بهم. ها انتم شوفوا لحت الشفران، لحت شحال من حاجه، حيت هادشي ما عندي ما ندير به صراحه، شاد ليا غير بلاصه ما كنستعملوش، اللهم نحيدو عليا. شوفوا عاوتاني هنايا راه كلشي مدكس. المهم فريمون هادي هي الروينه اللي كانت عندي، تفكيت منها حيدتها ليا،
عرفت ضربنا التمر على الشبكه ما على قسما بالله. انا شخصيا هذا هو اصعب فيديو درت وبارطاجيت معكم في لاشين، ضربت فيه التمره بالبيان. وشنو بغيتي تقول؟ ونتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساش ديروا لايك سبسكرايب كومنت وشير وباي. دروني لي لايك والمتابعه وكلش باش نضم العائله الجميله ديالنا. ومازال جايين فيديوهات جداد، وديروا لنا في الكومنتات شنو هما التحديات اللي بغيتونا نجربوهم حنايا. وهادشي اللي كاين، نتمنى يكون عجبكم الفيديو ونكثروا لينا من لي لايك حيت راه ضربنا تمارين اليوم. باي.